بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 99 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل عبد الله يقول: حدثونا عن الرشوة وعن ضررها على الفرد والمجتمع وحكم الشريعة في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عاب الله اليهود، ومن جملة عيوبهم أكل الرشوة. قال تعالى: سماعون للكذب يأكلون للسحت، والسحت هو الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرشوة ولعن من دفعها ومن أخذها ومن سعى فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش والذي يسعى بينهم في الرشوة. واللعنة تقتضي أنها ذنب كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فهي عيب في المجتمع وفساد في المجتمع، ترتب عليها مضار من نصرة المبطلين وخذلان أهل الحق، تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التأخير، وظلم الناس في حقوقهم ومعاملاتهم. فهي جريمة عظيمة، اجتماعية عظيمة، يجب الأخذ على أيدي من يفعلونها بالعقوبة الرادعة. ما تفشت الرشوة في مجتمع إلا حل به الدمار والخراب، ضاعت الحقوق، انتصر أهل الباطل وذل أهل الحق. فهي جريمة اجتماعية جرثومة خبيثة في المجتمع. إذن ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يدفع للمسؤول لأجل قيامه بالعمل الموكول إليه تجاه الناس، الموظف، المدير، القاضي، وهذا أشد ما يكون لأنه يغير الأحكام الشرعية. فالرشوة هي ما يدفع للمسؤول أيا كان في عمله كبيرا أو صغيرا. فهي جريمة خبيثة، يجب علاجها بردع أصحابها والمشتركين فيها، حتى يتطهر المجتمع، حتى تصل الحقوق إلى أهلها، حتى يستريح المراجعون ويطمئنوا على الوصول إلى حقهم ويرتدع المجرمون والمبطلون. لا بد من هذا، وإلا فإنها تفسد حال المجتمع وتخرب الأعمال الوظيفية ويحصل الخلل العظيم في المجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة تقول: بعض الناس يا شيخ له بنات 9 سنوات وعشر سنوات ويتساهل في الباسه إن اللباس الشرعي، وعندما ننصحه بأن هؤلاء يعني حريم وكبيرات يقول: أنتم معقدين، هؤلاء ما زلنا في سن الصغر. واجب على الوالد أن يربي أولاده ذكورا وإناثا على أحكام الشريعة وعلى العفة والحياء، واجب عليه ذلك، لأنهم رعية بيده وهو مسؤول عنهم. صاحب البيت راع مسؤول عن رعيته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يربى الصغار على المخالفات الشرعية لا في اللباس ولا في غيره، بل يربون على النزاهة والعفاف والحياء واللباس المحتشم، ينشأوا عليه ويألفوه وينفروا مما يضاده. وليس هذا من باب التعقيد كما يقول هذا المنقول عنه. أحكام الشريعة ليس فيها تعقيد ولله الحمد، بل هي تيسير ورحمة للأمة. الذي ينكر المنكر واجب عليه ذلك، والذي يوجه واجب عليه ذلك، ولا يوصف بالتعقيد. إنما يوصف بالتعقيد من يريد الانحراف بالأمة وبأولاده عن الجادة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول، سائلة تقول: أم نذرت إذا شفى الله ولدها أن تذبح كل سنة ذبيحة، وشفى الله ولدها وأصبحت تذبح كل سنة إلى أن ماتت، وقبل موتها أوصت ابنتها بهذا العمل، ولكن في السنتين الماضيتين تعسر
أثر ذلك على البنت، فماذا عليها؟ البنت ليس عليها شيء، انتهى النذر بوفاة الناذرة، والبنت ليس عليها شيء في ذلك إن كانت تريد أنه وفاء بالنذر. أما إن كانت تريد أن هذه الذبيحة أنها وصية مستقلة يوزع لحمها على الفقراء والمحتاجين من باب الصدقة، هذه يقال لها وصية ولا يقال لها نذر، النذر انتهى بموت الناذرة. نعم. شيخ صالح، الذين يلزمون أنفسهم بهذه النذور، ما رأيكم في ذلك؟ النذر غير مرغب فيه، قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما استخرج به من البخيل، فالنذر لا ينبغي للإنسان أن يورط نفسه فيه ويدخل نفسه في ضيق ويتحمل أشياء تشق عليه سبب النذر، لأنه في فسحة وفي يسر قبل النذر، إن شاء فعل التطوع وإن شاء تركه. أما إذا نذر فإنه ألزم نفسه بذلك وأوجب على نفسه هذا الشيء، قد يكون شيئا ثقيلا كبيرا، فعلى المسلم أنه يتجنب النذر، لكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، نجد بعض الخطباء إذا انتهى من خطبته ودخل في الصلاة قرأ بآيات لها علاقة بموضوع الخطبة، علما بأن هذا الفعل يتكرر مع كل خطبة، فما الحكم؟ هذا عمل محدث الذي يقرأ في صلاة الجمعة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين، أو يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا هو السنة إذا كانوا يريدون السنة، ولا يقرأ بآيات تناسب موضوع الخطبة. الآيات التي تناسب موضوع الخطبة تقال في أثناء الخطبة، لأن الخطبة لا بد أن تشتمل على شيء من القرآن فيه مناسبة لموضوع الخطبة يذكر الناس بذلك، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أخذت أموالا من أناس بغير حق والآن أريد السداد عنهم، فمنهم من توصلت إليه ومنهم من تعذر ذلك، وسؤالي: هل يجوز أن أنفق مال من تعذر الوصول إليه على إخوتي أو بعضهم، علما بأنهم مساكين وليسوا فقراء؟ إذا لا بد من أداء الحقوق إلى أهلها مهما أمكن ذلك، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، لكن إذا تعذر الوصول إليهم ولم تستطع الوصول إليهم لأنك لا تعرفهم ولا تجد معلومات تدلك عليهم، حينئذ تتصدق بالمال الذي لهم عندك على الفقراء والمحتاجين على نية أن هذه الصدقة ثوابها لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: القرض بالبنك العقاري على المتوفى هل يعد مثل بقية الدين، وما معنى الميت المرتهن بدينه؟ نعم، الدين لا بد من وفائه، وإذا مات وعليه دين فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المدين معلقة بدينه حتى يسدد عنه دينه، سواء كان هذا الدين للدولة أو كان هذا الدين للأفراد، لا يتساهل فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: شيخ، كيف تصلي المرأة مع الإمام إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين، فهي إذا دخلت الجامع مثلا في الصلاة السرية والإمام قد أنهى الركعة الأولى، فهي لا تعلم أساجد هو أم راكع؟ إذا كانت المرأة أو المصلي رجل أو امرأة داخل المسجد، فإنه يكفي أن تسمع التكبير وتتابع الإمام ولو لم تره ولو لم تر من وراءه، إذا كانت تسمع التكبير وهي في داخل المسجد. واليوم الحمد لله سمع التكبير متيسر من واسطة مكبرات الصوت، أي تسمع التكبير وتصلي خلف الإمام ولو لم تره ولا من وراءه، إنما يشترط رؤيته أو رؤية من وراءه إذا كانت خارج المسجد. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، يقوم بعض الأشخاص بذبح ذبيحة بنية الصدقة ثم يقوم بتوزيعها على أصدقائه المقتدرين ماليا، هل هذا يعد فعلا صحيحا؟ لا، الصدقة تكون على المحتاجين، من الفقراء والمساكين، هذه الصدقة، لا تكون الصدقة على الأغنياء ولا على الأصدقاء غير المحتاجين، هذا يسمى من باب الهدية وليس هو من باب الصدقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ: حدثونا فضيلة الشيخ عن الأمانة وعن عظمها
وماذا يدخل في الأمانة؟ وهل يدخل تربية الأولاد في الأمانة؟ قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت. والأمانة ما أتمنت عليه، ما أتمنت عليه واستحفظت عليه. وأعظم الأمانة ما بينك وبين الله من فعل أوامره ترك نواهيه أداء الواجبات والفرائض، فدينك أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم الأمانة، وهي التكاليف الشرعية التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، عرض تخيير لا عرض إلزام، فأبينا أن يحملنها خوفا من إثمها وما يترتب عليه عليها من الإثم. الإنسان لا يزكي نفسه. وكذلك تشمل الأمانة ما بينك وبين الناس، إذا استودعوك أموالا تحفظها فإنك تقوم بحفظها ورعايتها إلى أن تسلمها إلى صاحبها كما أخذتها، وهذا ما يسمى بالودائع. ومن الأمانات الأعمال الوظيفية التي يكلها إليك ولي الأمر، أي أمانة في ذمتك أن تقوم بالعمل الوظيفي على الوجه المطلوب، وإلا فإنه يكون متعلقا بذمتك لأنك تحملته وتقاضيت في مقابله راتبا شهريا، فيجب عليك أن تؤدي العمل الوظيفي على الوجه المطلوب. وكذلك من الأمانات الأسرار التي تكون بين الناس، بين الراعي والرعية، بين الرجل وزوجته، بين الصديق وصديقه، الأسرار التي لا يحب صاحبها أن يطلع عليها أحد وقد أفضى بها إليك، فإنك تحفظها ولا تفشيها. هذا من الأمانة عظيمة. الأولاد أمانة، من في بيتك أمانة في عنقك، تقوم عليهم وتأمرهم، تنهاهم، تربيهم على الخير، تجنبهم الشر، تبعد عنهم وسائل الشر التي تغويهم أو تضلهم، تبعدها عنهم، تأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها، كل هذا من الأمانة. فالأمانة حمل ثقيل، ولكن المسلم إذا اتقى الله واهتم بها يسرها الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ السائل يقول: شيخ، بأنني أعمل خارج مدينة الرياض بمسافة 150 كيلو متر تقريبا، وأذهب يوميا وأرجع، هل تنطبق علي أحكام السفر من قصر الصلاة ونحو ذلك؟ نعم، دمت تذهب مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، فإنك تقصر الصلاة، تفطر في رمضان إذا احتجت إلى الفطر ذهابا وإيابا، وفي مكان العمل إذا كنت ترجع في يومك أيضا تقصر الصلاة، إلا إذا صليت مع أهل البلد فإنك تتمها تبعا للإمام. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذا السؤال يقول: بالنسبة لفضل السنن الرواتب وأن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، هل المقصود المداومة عليها طول العمر أم أنه يبنى له كل يوم صلى فيه 12 ركعة؟ اكتب له من الأجر بقدر ما أدى من العمل، إذا داوم عليها فهذا خير وأعظم أجرا، وإذا فعلها بعض الأحيان وترك بعض الأحيان يكتب له من الأجر مثل ما قام به من العمل، وإذا كان له عذر في تركها وهو ينوي فعلها يكتب له الأجر أيضا بنيته. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: ظهرت في الأسواق عباءات غريبة وفاتنة، هل من نصح للأخوات المسلمات لتجنب هذه العباءات؟ لما رأى المنافقون والكفار رأوا أن المسلمين ترتدي نساؤهم العباءة أرادوا أن يفسدوها ويحولوها عن مقصودها. العباءة المقصود بها الستر، ستر المرأة، تلبسها فوق ثيابها على رأسها إلى قدميها، تلتحف بها، تخفي زينتها، هذا هو المقصود بالعباءة، أو الجلال الكبير الذي يسمى بالملاءة، هذا من عمل المسلمين ومن الستر الواجب على النساء. ولما رأى الأعداء أن العباءة من الزي الإسلامي أرادوا أن يفسدوها بجعلها رقيقة، جعلها مطرزة، جعلها ضيقة، إلى آخر ما أحدثوا فيها، فهذه ليست عباءة، هذه عبء وليست عباءة. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تلبس العباءة الساترة التي ليس فيها زينة وليس فيها تطريز وليس فيها ما يلفت النظر، وإنما فيها الستر الذي يستر المرأة.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل عمار يقول: لم تفي إحدى الحملات التي اشتركوا فيها بما وعدتنا فيه في العام الماضي، وأخذوا حقهم كاملا حيث كانت الخدمات أقل من العادية، ولم يهيئوا لنا ما وعدوا به من مسكن مريح، وقمنا بأداء حجنا مجتهدين أفرادا ومجموعات، وكان هناك تقصير. هل لنا أن نطالب بما تبقى من أجرة الحملة أم نترك ذلك حسابا لأجر الله؟ على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن يفوا بالشروط، وأن يقوموا بالواجب، لأنهم يتقاضون في مقابل حمل الحجاج يتقاضون أموالا، عليهم أن يؤدوا العمل كما أخذوا حقهم من الحجاج والمعتمرين. أما إذا قصروا في شيء أنتم بالخيار، إن شئتم أن تسمحوا عنهم هذا تسمحون بحقكم، وإن شئتم أن تطالبوهم عند المسؤولين عن الحملات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بالنسبة يقول بعض الناس يطلب منا أن نقرأ الفاتحة على روح فلان الميت، ويريد منا أن نرفع الأيدي بذلك، هل ورد ذلك في شيء؟ هذا بدعة وليس فيه أجر، بل فيه إثم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. الفاتحة لا تقرأ إلا في الصلاة، هي ركن من أركان الصلاة، أو تقرأ على المريض لأجل الرقية طلب الشفاء، أو تقرأ لأجل أجر التلاوة، لأجل الحصول على أجر التلاوة كسائر القرآن. أما أن تقرأ على الأموات أو على أرواح الأموات فهذا لا أصل له، وليس هو من الدين، وهو من البدع المحدثة، وفيه إثم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لي أقارب منهم الأطرم والأبكم والأبلة، هل هم في التكاليف مثل العاديين؟ التكاليف على قدر الإدراك العقلي، الذي ليس عنده عقل ليس عليه تكاليف. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. هؤلاء ليس عليهم تكاليف، إذا كان ليس عندهم عقول أصلا ليس عليهم تكاليف بالكلية. إن كان عندهم بعض الإدراك أو يصحون في بعض الأحيان فإنهم يقومون بالواجبات في حالة زوال عذرهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شيخ، نحن في البراري في رعي الأغنام، وفي أيام البرد يتيمم البعض عدة فروض، وذلك من شدة البرد، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ لا يجوز التيمم مع وجود الماء إلا للعذر في العجز عن استعمال الماء. إذا عجز عن استعمال الماء إنه يتيمم. إذا كان البرد شديدا وليس عندكم ما تسخنون به الماء من الحطب أو من الغاز، فإنكم إذا خفتم من استعمال الماء والبرودة تتيممون بقدر الحاجة، ولا تستعملوا التيمم دائما كما يفعل بعض الأعراب، يظن أن التيمم دائما يتيممه على حافة البحر أو النهر أو البير ويقول عفور والله غفور. هذا من أمور الجهل. الله جل وعلا إنما أباح التيمم بالتراب في حالتين: الحالة الأولى عدم الماء فلم تجدوا ماء، الحالة الثانية إذا عجز عن استعماله لمرض أو لأن الماء قليل لا يتسع لشربه وحاجته، حاجة من معه ووضوئه، فإنه يوفر الماء لحاجته ويتيمم. الله جل وعلا قال: وإن كنتم مرضى، جعد المرض، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فلا تيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. ومن القدرة على استعماله أن تسخنه في البر وقت البرد، سخنه بالمسخنات الموجودة لديه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.